ربي ذاتيك وبيا احلى متابعين ديال قناتي، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، اموركم كلكم 5 سال. كيف ما كتعرفوا على القناه ديالي ما يمكنش نبدا لا فيديو بلا ما نشكر المتابعين ديالي بوحده بوحده. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، على التعليق الراقيه والمبدعه ديالكم، شكرا. شرف ليا وكنفرح وكنزيد الفرح. داكشي اليوم باش البنات بزاف طلبوني على شي حاجه واعره، وكي تنقول لكم الحاجه انا ما جربت فيا وعطتني النتيجه، والنتيجه في اسرع وقيته ما كنديرهاش لكم البنات. بلا ما نطول عليكم البنات، اهم مكون عندنا في هذه الوصفه هو هذا المكون، هو سميتو البنات. غادي ندور لكم الكاميرا باش نوري لكم دابا، غادي نوري لكم الكاميرا وغادي ندير معكم طريقه الاستعمال كلشي بالديتاي باش تفهموا وباش تنجح معكم الوصفه ان شاء الله. اهم مكون هو القزبره البنات، نتمنى تكون تبان لكم، راه غنوريها لكم. القزبره ولا حنا كنقولوا ليه القزبر اليابس بالدارجه، اللغه ديالتنا حنا الدارجه، والدول الاخرى القزبره يعني بالكاف. القزبره شي حاجه رائعه بحال هذا الشكل. غندور لكم الكاميرا البنات ونوريها لكم. عندها فوائد جد جد رائعه اللي حنا ما كنعرفوهاش في تساقط الشعر، يعني الشعر لا فيه الخويات، مع الشعر ما كيطوالش، في الرطوبيه، في القشره، شي حاجه البنات. كيراتين طبيعي معجزه بعشبه رخيصه البنات، 2 دراهم ما يعطيك فيها حتى تعياي. وصفات كي تنقول لكم انا وصفاتي غير مكلفه طبيعيه وكتعطي النتيجه، يعني هذا الشيء هو اي واحد كيبغي شي حاجه ما تكونش مكلفه تعطينا النتيجه وتكون طبيعيه ما فيهاش شي مواد اللي غادي تضر بينا. بلا ما نطول عليكم البنات، بغيتكم تعرفوا كي تنبغي اي واحد يشوف الفوائد ديال هاد العشبه او هاد الكزبره للشعر وتساقط الشعر والفوائد ديالها. من بعد نرجع معكم مع طريقه الاستعمال ديالنا ديال هاد المكونات اللي زايده عليهم شي مكونات اخرى غادي تعرفوها دابا. خليكم معايا مع المنافع ديال الكزبره لتساقط الشعر ومن بعد نرجع معكم. بغيتكم اهم مكون عندنا في هذه الوصفه اليوم اللي هو شي حاجه رائعه في مشكل ديال تساقط الشعر، الصلع اللي عنده الشعر تيكون ليه معكاز يعني ما كيطوليش، كيراتين بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر حرش ولا ناشف تيكون جاف، شي حاجه رائعه. كيف هي هذه البنات بالنسبه للبنات اللي بيسكرينيوها اسكرينيو حبوب الكزبره او اللي حنا باللغه ديالنا الدارجه كنقولوا قزبر اليابس. هذا هو المكون الاول اللي عندنا. بالنسبه للمكون الثاني اللي عندنا وهو الزعتر، هكا الزعتر البنات تاخذوه يابس. كي تنقول لكم جميع المكونات اللي كنبغيوها واللي كنستعملوها تاخذوها هكا اوراق ولا حبوب وانتوما اللي تدقوها على يديكم. بالنسبه لجوج مكونات كيف ما قلت لكم، عندنا القزبر اليابس اولا الكزبره، عندنا الزعتر. المكون الثالث وهو القرنفل اولا في الدول العربيه والدول الاخرى تيقولوا ليه المسمار، المسمار، وحنايا كنقولوا ليه القرنفل. ها هو تيكون على هذا الشكل، الدول الاخرى العربيه كيقولوا ليه المسمار. كناخذوا البنات الكزبره، عرفتي البنات ريحتها اكثر من رائعه، ما خفتوش منها يعني، ترشوها وقت ما قال لكم راسكم ترشوها على الشعر ديالكم ما خفتو منها حتى شي حاجه، الا ما نفعاتك ما تضرك يعني. كتشديها في الطحانه وكطحنيها، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طحانه يديروها في المهراز يعني ودقوها، هكا تتكون على هذا الشكل التالي. بالنسبه لطريقه الاستعمال كي غادي نديروا هذه الوصفه البنات، كناخذوا كاس ديال الماء يكون فارغ، كنزيدوا عليه الماء طايب، انتم البنات الماء من المقراج كما كتشوفوا معايا، الماء يكون غالي يعني حتى خرجت السبوله ديالو يعني طايب. من بعد البنات كناخذوا معلقه ديال الكزبره ولا القزبر اليابس، كناخذوا 2 معالق. هذه الوصفه البنات ما تليقش انها تغلي، حيت شي الا غلات لينا كيحيدوا المنافع ديال الكزبره ولا ديال الزعتر. ناخذوا 2 معالق مع 2 معالق ديال الزعتر و 7 الحبات بالحساب البنات ديال المسمار اولا القرنفل، 7 8 كما كتشوفوا معايا، حيتاش تيكون لينا الماء غالي كنخليوها. واخا الماء غالي البنات من الاحسن تستعملوها بحال هكا، صوبوها مع الصباح خليوها يعني غطيوها بشي حاجه، من الاحسن غطيوها بشي سلوفان ولا شي حاجه اللي ما تنفش يعني، شي حاجه ولا شي ميكا اللي تكون مسدوده باحكام، نحطوها حتى
قليل يعني. من بعد نديروها في شي قريعه يعني هذاك البخاخ ولا الرشاش اللي كنديروا في الشعر ديالنا. صافي البنات نوريكم دابا طريقه الاستعمال كنستعملوها في الشعر ديالنا. بعد ما كيطلق لينا مزيان يعني كنديروا بحال هكا ضل البخاخ ولا الرشاش، المهم هادو كيكونوا تيتباعوا بخمسة دراهم. يا بيتي تصفيه من الاحسن، انا ما كنصفيش بالخطا ثاني كنخلي فيه، كنخلي فيه هكا الزعتر والكزبره كنخليهم فيه باش ما حدو كيطول ما حدو كيعطي المفعول. بالنسبه للبنات غادي تاخذوا شعركم بحال هكا على الشكل، نتمنى يكون تيبان لكم. غادي نقسموه على جوج ومن بعد نقسموه بحال هكا على اربعه وناخذ البخاخ ديالنا ونبقاو نرشوا هكا على الشعر كامله، نحاولوا ندخلوه في فروه الراس مزيان وندلكوا يعني كل جهه درتي فيها هذاك تتبقاي كدلكي باش تدخليه لفروه الراس وتدخليه لدوك الجذور اللي في الداخل، وتديري مساج للشعر وللراس لفروه الراس كتحرك لانه واخا تكون ناعسه غادي تحرك ومنها غادي تحسي عاتي واحد الرائحه رائعه اكثر من رائعه. كيف ما قلت لكم وكيف ما شفتوا معايا الكزبره الترطيب التساقط القشره ديك الحكه اللي كتكون لينا في الراس يعني البنات كتبقاو على هذا الشكل الشعر كامله بحال هكا كتبقاي كدوزي على الشعر. وريتكم طريقه الاستعمال يعني ما باش يجي حداش لا بقيت تنجلها كل بلاصه بوحدها غادي يجي لا فيديو طويل عليكم. المهم كيف ما وريتكم كتقسموا على اربعه وكتبقاو تديروا كل بلاصه كتعطيوه الوقت. بالنسبه للبنات بيقولوا لي شحال من مره، كل نهار نهاري نهار لا على حسب كنتيا وما تكونيش معجزه يعني الريحه ديالهم ما اختي حتى شي حاجه. وخا البنات المجوجين كلشي ما يخافوش زعما الازواج ديالهم يقول لهم الريحه زعما كارهه في الشعر، لا البنات كنستعملوا شخصيا ما كيطلقش الزيت يعني ما تيطلقش انك تنعسي كاع على الوساده وكلشي ما كتلقايش شي مشكل. من الاحسن تتغسلوه كاع وتعاودوا تستعملوه. انا كندوش يعني ممكن تدوشي جوج المرات ثلاث مرات في لاسومين وتعاودي معايا تغسلي وتديري يعني تديري كي شي بلسم حتى هو كيف ما وريتكم يعني يكون كي شي بديل تستعمليه. المهم فيما انتي غسلتي فيما جالسه ولا شي حاجه حاولي تدهني به الشعر وتمصي به الشعر مزيان وغادي تلقاي واحد النتيجه اللي غتشكريني عليها. كيف ما قلت لكم لا برانسيس ماغوا، ما تنساونيش باللايك وما تنساونيش بالكومونتير ديالكم اللي كتحمق. شكرا لكم والف شكر لكم بوحده بوحده على تعاليقكم على التعابير الراقيه ديالكم وكنحمق عليكم يا احلى متابعين ديال قناتي. موح عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. واللي ما فهمش شي حاجه كيف ما تنقول لكم اختكم كوطال على راس العين، اللي ما قدو اليوتيوب يمشي للانستغرام. المهم انا معاكم اختكم، تهلاو ليا فراسكم فيديو جاي ان شاء الله.